كانت اسمها ريشة عزمان القدم الرومان وهي شيء. تعتبر جزء من المدن المنسية وتقع في مستوطنة بيزنطية تضم العديد من المواقع الأثرية وعرفت قديما بداحس. موضوع حلقتنا اليوم عن قرية باريشة، هاي القرية اللي تسمى جبل كامل على اسمها. ليش سمت بهذا الاسم وشو بتشتهر؟ خليكم معنا. اسم الملك اللي قبل عزمان الروم اسمه باريشة، فسمت الضياء اسمه باريشة. والله ما بعرف. اسأل أجدادنا. باريشة نسبة والله أعلم لملكة اسمها باريشتا من أيام الرومان. والله علمي علمك، بس مع من آبائنا وأجدادنا هالاسم ما بنعرف شو تفسيره ولا شو هو. والله ما بعرف. لما وعيد سمعت إنه اسمه باريشة، بس ليش ما بعرف؟ بقولوا إنه باريشة ما بعرف، موجب الآثار عنا هون القديم. فهمت علي كيف؟ بس ايش النظامي والله ما بعرف. بدك اسال الكباريه ما بعرف. نحن بنعرف منطقه نازله على الخريطه جبال باريشة، بس بسبب التسميه ما بنعرف. شعب طيب، شعب الجبل يعني شعب باريشة شعب طيب. ولا مشهوره هون، فقط في زراعة زيتون. كل شيء فيها كويس. ضيعتنا ما بحسن بقلك عنا شيء. والله ضيعة بسيطة وفغيرة واجتماعية. جماعة ما عندهم شيء كبرى طاوة. جوة وطبيعتهم هي شو تفيدي زيتون أو زيتون. توجد روايتين لتسمية القرية بهذا الاسم. الأولى أرامية تعني قصر الرأس، والثانية بالسريانية تعني ابن المسيح. تباينت الآراء حول تسمية باريشة بهذا الاسم، وبحسب المجلس المحلي انه له معنيين، معنى بسرياني ويعني ابن المسيح، ومعنى بالآرامي ويعني قصر الرأس. كونوا معنا بحلقات جديدة وبمناطق جديدة، دائما معنا بلدي.